لخبطة في التسيير في النادي الإفريقي والنتيجة نتاعها معلومة للقاسي والداني، ديون بالمليارات والنادي مهدد للنزول إلى الدرجات السفلى للأسف. سي فوزي نرجع لك، أنت كنت موجود في الهيئة المديرة، ديون بالمليارات، يظهر لي ملاعبية عمرها ما حتى تساقها في التيران وخذيت مليارات، أخرين لعبوا بعض الدقائق كيف كيف، شكون مسؤول على اللخبطة هذه؟ المسؤول على اللخبطة يبدأ من رئيس النادي، هو المسؤول الأول والأعضاء الهيئة المديرة. شو رئيس النادي؟ رئيس النادي وأعضاء الهيئة المديرة والناس اللي تسير معاه. أنت مسؤول معناها؟ الأنتوراج أنا مسؤول، لكن في عهد سليم الريحي ما دخلتش أنا معاه، أنا دخلت 2017 مع سليم، أنا في الهيئة هذه منتخب في عهد عبد السلام اليونسي، اللي هي الهيئة هذه هي الهيئة نتاع عبد السلام نتاع سليم. هاني باش نرجع لك دقيقة بركة. عم سالم، أنا نحب ناخذ التجربة نتاعك كمسير رياضي دبرك الله. معتها في وادي الليل وعرفت الجمعيات في القسم الأول والثاني، الرابطة المحترفة، قربت من الجامعة، اللي صار في النادي الإفريقي معقول؟ شوف تخلي لي شوي وقت، خاطر اللي صار في النادي الإفريقي هذا باش نعطيك، اللي تحكيه فيه الكل بالنسبة لي أنا، الناس هذه أنا نبهت كيفاش عبد السلام اليونسي من 2008 في النادي الإفريقي، كيفاش مجدي الخليفي من 2010 وفي النادي الإفريقي، راهو التسيير بتاع النادي الإفريقي عطار، عطار في الحومة. تجبد الكارني نتاع الكريدي تلقى الناس كلهم قيدة، النادي الافريقي حتى شيء، فهم شيء لي ريكروتمون تحكي عليهم شكون كيف كوا لي ريكروتمون، انت جايب هذوما نمشيو للي دو كاميروني مثلا، او باش نجبد لي دو كاميروني وقت اللي يجيك ملاعب اترونجي اش عندك انت؟ عندك لي كريتير نتاع الجامعه التونسيه لكره القدم، فما شروط الجامعه التونسيه لكره القدم اللي هما خمسه مقابلات في الفريق الوطني نتاع بلاده والا في الاكابر والا 10 مقابلات في الشبان، ثم الكريتير الثاني يلزمك تمشي تعمل له الفيزيت ميديكال، من بعد يمشي يعمل التيست يمشي يتدرب، ومن بعد تصير نيغوسياسيون دو كونترا، ومن بعد احنا وصلنا في النادي الافريقي وجوز ملاعبيه هذوما بحضور نجيب غميض حكيت معايا في نفس الموضوع، في نفس النهار جاو ترتك لبسوا المريول تي ام اس هبطت في الفيفا انتدبوهم سي كوا سا. الناس هذه انا نضمن لك عمرها لا سيرت دون دو دو التواصل صفر تواصل. اليوم الناس اللي احنا نقولوا سليم، انا ما ندافع على سي سليم بليتو لانه شد رئيس نادي الافريقي، كما نقول سي عبد السلام، كما نقول سي مروان، كما نقول سي عزوز يرحمه، سي رئيس النادي الافريقي. الناس هذه اللي شدت اللي سيرت في النادي الافريقي اليوم ما تعرف، انا نشك الناس هذه سيرت في النادي الافريقي. الناس هذم هما بيديهم اللي داروا بسليم الرياحي، سليم الرياحي جاب باكو فلوس دارت به العباد هذه طلعت الباره تك 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 غرق النادي الافريقي وصار اللي صار من بعد. نفس العباد هذوما يجيو من بعد في جيانهم. لهنا المصيبة اللي جمهور النادي الافريقي ما يعرفهاش. اليوم وقت اللي تقدمت القائمة نتاع سي مروان حمودية والقائمة نتاع سي عبد السلام اليونسي اسقطت من اللجنة المستقلة للانتخابات وكان سي رمزي أحد أعضائها. تتعدى الجامعة التونسية لكرة القدم. يا عالم أنا لهنا باش نعطي اللي اختر وباش نكون بريء راهو. تمشي الجامعة التونسية لكرة القدم شروط جلسة عامة انتخابية فيه اللي هي التقرير المالي والتقرير الادبي مصادق عليهما ومصادق عليه من مراقب الحسابات والقائمه نتاع المنخرطين وقائمات الناس المترشحه. هذوما الزوز ما فماش لا تقرير مالي لا تقرير ادبي. وكان سي وديع والدخل سي وديع وخاطر وقتها كيستيون دو تون والشامبيونات باش تبدا وكذا، قال نعملوا اليوم الانتخابات وبعد الشهر يقع عرض التقرير المالي والتقرير الادبي وشهاده للتاريخ. التاثيريه كانت محذره يقولوا كونوا حضر التقرير المالي نتاعها. انا سامحني لا لا بربي خاطر مهم ياسر شيء هذا قاعده مغالطات كبيره للجمهور النادي الافريقي. من بعد توا عنده جمعتين يخرج كاتب عام النادي الافريقي ايش يقول؟ يقول ما فما حتى تقرير مالي مصادق عليه من مراقب الحسابات. بما فيهم نتاع التسييريه وسليم الرياحي 10 مليون. سي عبد السلام اليونسي خبرك قاطعك. مسؤولية النادي الإفريقي بطبيعة الحال الهاتف نتاع القناة مفتوح للتواصل معنا إذا كان فما أي مغالطة وإلا توضيح وإلا حق الرد بطبيعة الحال 36 409 126 هو المباشر في الحلقة نتاعنا. نعاود الهاتف 36 409 126 ونتوجه بكلامي لهنا إلى الكاتب العام للنادي الإفريقي سي سامي المقدمي. مفتوح الهاتف نتاع القناة إذا كان عندك رد على كل ما يقال في الحلقة يتفضل. كيف كيف رقم الهاتف 36 409 127
وناخذ منك الوقت شويه دقيقه وباش نرجع لك الكلمه. سامحني سي محمد بالله سامحني هي دقيقه قبل ما نكمل الفكره خاطر مهم ياسر. اليوم نجي سي عبد السلام اليوسي شعطانا من 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 تاريخ نتاع عرض التقرير المالي اعطانا عملنا بين معناها باش تصير جلسه تقييميه بين 15 و31 جويليه ما صارتش. من بعد وقت اللي مشاو القطب القضائي والقطب المالي اعطى تاريخ اخر ديسمبر واول جانفي 15 يوم تاع جانفي ما صارش. من بعد ايش يقول التقرير المالي باش يكون حاضر في وهذا سامي المقدمه بيدو حكيت انا وياه قال لي باش يكون حاضر في 15 جوان. من بعد ايش يقول يخرج البلاغ الشهير اللي جلسه عام نهار 15 سبتمبر سي كوا سا يا معلم. يزيد زاد حاجه اخرى مغالطات جمهور النادي الافريقي يقول نرجع التقرير المالي نتاع 2010 و2004 ايش مداخلك انت يا سيد وصلت النادي الافريقي الى وضعيه كارثيه الهرم هذا نحكيو عليه الهرم الوطني هذا نحكيو عليه انت ايش مداخلك انت اعمل لنا انسان في البالانس كل انسان يعرف شويه كونتابيليتي من هات سلمت النادي الافريقي خويا سلمت فلوس ايش صرفت فلوس ايش عندك ديون وشو الشيء الموجود هذه خدمه تخدم في ربع ساعه نرجع لك اليوم احنا اليوم لولا ما وقفت شعب النادي الافريقي ما تستقيل الهيئه هذه راه ما تستقيل اليوم ضيعنا 3 شهور كونفينمون والحمد لله عندي شاهد ثالث نهار نتاع الكونفينمون هزيت تليفون وكلمت له السيد رمزي السمراني قلت له انا راه سي مجدي الخليفي نطلبه ما يهزش علي وحتى مسؤول ما يطلب ما يهز علي التليفون كلمه قل له فرصه هذه نتاع الكونفينمون تعمل التماس للفيفا وتقول لهم نظرا لدخول العالم الكل وقف الدنيا الكل وقفت نرجو معناها من الفيفا لو روبور معناها دي ديت ودي سانكسيون تاع الكلوب افريكان لا بري معناها كونفينمون وقلت له ينجم زاد يكلم سي عبد السلام يكلم سي سيد وديع الجري كيف كيف الجامعه التونسيه البورت كارون وتعمل نفس رساله الالتماس داكولو الور سي محمد فما رئيس نتاع النادي الافريقي اش قال سي رمزي شبيك تعطي فيهم في الحلول خلي تغرق هاني باش نرجع لك بطبيعه الحال النادي الافريقي مش باش يغرق ما دامو عنده جمهور مثل الجمهور هذي اللي عطى المثال عالميا في الوقفه نتاعو والمسانده اللا مشروطه اللي صارت الهبه الكبيره اليوم من الفريق النادي الافريقي ربما بعض وسائل الاعلام العالميه تحكي على الفريق العالمي الجمهور العالمي ليس في حضور في المدارج وانما بالوقفه والهبه نتاعو في انقاذ الجمعيه نتاعو في الوقت زاد لوسائل الاعلام كلها تتحدث على خيبه امل في الهيئات المديره السابقه بالاخطاء الفادحه اللي عملتها في التسيير وقت لسي فوزي تصحوا دي كونترا بالمليارات لملاعبيه مجهولين لملاعبيه عمرنا ما شفناهم فوق الميدان واليوم نسمعوا الاخبار اللي هما يسالوا النادي الافريقي المليارات وربحين القضايا نتاعهم في الاتحاد الدولي لكره القدم واكثر من هكا الملفات نتاعهم تختفي فجاه من خزائن النادي الافريقي وعلى الجمهور ان يدفع المليارات. شوف سي محمد بالنسبه للهيئه ذي الحاليه الموجوده انا نقول لك السبب الرئيسي نتاعها هو سي عبد السلام اليوسي. السيد هذايا رئيس من نهار تشد لليوم لهذايا لنهار الاستقالات نتاع الهيئه المديره. اجتماعات مفقوده، اتصال بين الهيئه المديره مفقود. باش نقاطعك بركة. جمهور النادي الافريقي، جمهور غالي، جمهور كبير، اعذرونا. اليوم اراو الهاتف مفتوح فقط للهيئه المديره المتخليه للنادي الافريقي. راهو عندكم اسمعوني مليح عندكم حصه تلفزيه ان شاء الله تنطلق في القريب العاجل نقول جمهور النادي الافريقي عندكم حصه تلفزيه باش تنطلق في القريب العاجل تتدخلوا وتصوروا ونسمعوا الاراء نتاعكم بطبيعه الحال على ام تونيزيا قلت لكم سي نجيب موسى اعلامي مهتم بالنادي الافريقي عنده مده وهو قاعد يحضر في الحلقه نتاعو اليوم خلينا نخليه المساحه واليوم هاو نوجه الدعوة لزميلنا التحق بنا في النصف الثاني نتاع الحلقة باش يقول لكم على الكواليس نتاع شنو قاعد يحضر للنادي الافريقي بطبيعة الحال احنا اليوم في شيء ما يتخبى فقط نتحدث عن الهيئة المديرة على جمهور النادي الافريقي وعلى المشاكل اللي موجود فيها الفريق ونرجع لك الكلمة سي فوزي باهي سي محمد نواصل بالنسبة للهيئة المديرة الحالية على رأسها السيد عبد السلام اليوسي من 10 جوان لليوم معناها نهار اثنين معناها جوان 2020 لين معناها قدمنا الاستقاله نتاعنا ولا نهار قعدنا ولا نعرف لو ريكروتمون قداش خدمت معاه؟
خدمت معاه من 10 جوان حتى السيزون الصيف هذا اللي فات معناها. بارك الله مده طويل. اي عام لا لا عام عملت معاه. اي مده طويل عام. مده طويل. قد صار بالريكروتمون في المده هذه؟ ريكروتمون ما نعرف ما عندي حتى علاقه بالريكروتمون اللي صار. كيفاش سامحني كيفاش؟ ما عندي حتى علاقه. لا لا سي فوز. انسان سامحني بربي دقيقه برك. ما يسالش. خليني نوضح وخلي جمهور النادي الافريقي يعرف. تفضل ما يسالش. كيفاش انت تشد رئيس فرع وما تعرف حتى شيء على الانتدابات؟ باهي. انا شنو علاقتي مع مسلم اليوسي بعد شهر من الانتخابات؟ على خاطر عمل انتدابات وجاب مدرب من غير مستشار هيئه مديره ومن غير مستشارني انا خاص. تعرفش علاش؟ هو السيد هذايا يجيب وحده يفسر وحده ويعمل وحده علاش غلقت هي؟ عمره ما كان السيد هذايا عنده تواصل مع الهيئه المديره وعمره ما كان السيد هذايا قعد حتى يقول راني انا غدوه راني انا جبت فلان وفلان وفلان اجا نقعد نشغلكم في هذا وفي هذا وفي هذا. يستحيل يعمل وحده. عمل جماعه لبرا نعرفهم انا ثلاثه من الناس خاتل الهيئه المديره اللي هما مالنا ثلاثة من الناس هذوما سماسرة علاقة نتاعهم سماسرة ثلاثة من الناس هذوما سماسرة. قولها لي الكلمة هذيك مباشرة. قول لي هيئة مديرة خدمت مع سماسرة وبطبيعة الحال تحت مسؤوليتك. تحت مسؤوليتي ما لا أنا نعرف هذا هيئة مديرة خدمت تحت سماسرة مش هيئة مديرة كل. رئيس النادي عنده ثلاثة من الناس نعرفهم ما نحبش نذكر الناس توا أنا توا مستقيل ما نحبش نجبد الناس. باهي الناس هذوما هما يا خويا واضح. أنا باش نسألك باش نوجهلك سؤال أنا باش نوجهلك سؤال وجاوبني بكل صراحة حمل مسؤوليتك. حمل مسؤوليتك. علاقة اليونسي بالسمسارة هذوما والمليارات الممضى عليها شنو علاقة هذا بهذا؟ أنا اليوم كي خبرك اليوم اللاعبية ما لعبوش تحصلوا على مليارات اليوم النادي يلزم يخلصهم وتقول لي أنت هيئة مديرة اشتغلت وعلى علاقة بسماسرة فسرها لي. بالنسبة لي أنا الهيئة مديرة ذي الهيئة مديرة بريسك اشترها راهي ما عندهاش علم 70-80% من هيئة مديرة ما يعلمهاش. عنده زوز من الناس وثلاثة سماسرة هو اللي يعلم فيهم. هذوما هما اللي فما تماعش من النادي الافريقي. هذوما اللي يدوروا في النادي الافريقي. فما تماعش من النادي الافريقي. فما تماعش من النادي الافريقي. باش نقول لك حاجة أخرى سي محمد. اش خلاني أنا عملت قضايا ومن بعد حكى لهم سي الأستاذ السمراني. لا ذاك أنت شنية الصفقة أو الملاعبي اللي جاء وأمضوا له بالمليارات أعطيني حاجة ريال خلينا نسمعها. زوز دوكا هذوما اللي ما لناهمش. تصحوا ما نعرفش عليهم شنو اللعبه اللي صارت بيناتهم. يجي 14 بالمليارات بالمليارات اي ثم يجي 14 ملاعب يجيو صفقات معناها كان صفقات غالطه وصفقات مشبوهه بكل صراحه. لا بروفوني ما قعدت فيهم حتى ملاعبي كمشيرة الجمعيه تو هما اللي قاعدين ينقذوا النادي رانا تو في وضعيه اكشوف كارثيه. ما اعطيني ملاعبي من اللي شريناهم تو من اللي خذيناهم اللي عملناهم اللي عملناهم كونتراتوات موجودين سي فوزي الساكت عن الفساد وصفقات بالمليارات اما متمعش اما مسؤول في غير موقعه. انا نقول لك كلامك صحيح انا سيدي هذا راهو الجماهير نتاع النادي الافريقي اللي قاعده تتصل تو وقالت الكلام هذا راهو